الإعلام وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب، موضوع اللقاء الذي نظم عشية اليوم ببيت الصحافة بتأطير من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليازمي. نحن الآن أمام ثلاث يعني مشاريع قوانين اللي غيتم الاعتماد ديالها للأسبوع المقبل، نتمنى في مجلس الحكومة اللي مازال فيها بعض المشاكل الصغيرة، ولكن بالأساس ستوضع واحد اللبنة يعني ديال الإصلاح أساسية وتتفعل الدستور المغربي. إذن العمل يعني على تكريس حرية الصحافة والصحفي المهني وشروط يعني ديال العمل الكريم والمهني ديال الصحافة، وهذا تطلب كذلك تحسين المقاولة الصحفية. ثانيا ضمان الولوج للمعلومة للمواطنين والصحفي، وإذن أنتم عارفين بأن الدستور المغربي كرس الحق في الولوج للمعلومة للمواطنات والمواطنين، والدور الأساسي يعني اللي يمكن تلعبوا الصحافة في هذا الميدان ديال الولوج للمعلومة للمواطنات والمواطنين أساسي ومركزي، باش المواطن يمكن يدافع على حقوقه ويعرف الحقوق اللي عنده والواجبات اللي عليه، شكون هو يعني الانترميدير هو هي الصحافة. ثالثا يعني احترام يعني بعض القوانين الأساسية وبعض المبادئ الأساسية، من الحق في الحياة الخاصة مثل عدم المس بالكرامة ديال الناس، وكذلك يعني الدفاع على بعض الفئات الهشة. التطور المهول للصحافة الإلكترونية ومحك أخلاقيات المهنة، ناهيك عن مشروع مدونة الصحافة الجديد من بين المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها في هذا اللقاء بحضور عدد من الفعاليات الحقوقية والمهنيين في عالم الصحافة.